أهلا بكم طلاب مدرسة سان جوزيف مع شرح المواد الفلسفية للصف الثاني الثانوي. النهاردة هنتكلم عن المنطق، كلمة جديدة أول مرة نسمعها، مفهوم جديد هندرسه. المنطق يعني إيه؟ منطق، لو خدنا أولا تعريف المنطق، كلمة تشتق من كلمة النطق في اللغة العربية بمعنى الكلام الصادر عن العقل. هي أساسا كلمة يونانية بمعنى لوجس، لوجس دي معناها العقل. طب ليها تعريف اصطلاحي، يعني العلم الذي يدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح. يعني المنطق ده علم بيحط لنا كده القواعد العامة للتفكير الصحيح، بيبحث في كل القواعد المتعلقة بجميع حقول التفكير الإنساني في مختلف مجالات الحياة والعلم. المنطق في حياتنا اليومية، إحنا إزاي بنستخدم المنطق في حياتنا اليومية؟ الإنسان لما بيفكر في حل مشكلة في موقف بيحط حلول، بيقوم بمحاولات، ساعات بيخطأ ساعات بيكون صح، بيستخدم قواعد التفكير السليم من غير ما يعرف إن ده قواعد منطق، مجرد كده بيستخدمها بالفطرة. لكن المنطق بيفيدنا في إزالة اللبس والخمود والغموض بين العناصر المتشابهة، بيوصلنا نتائج سليمة، بيخلينا ما نقعش في غلط التفكير. وده لو استخدمنا قواعد المنطق استخدام صح. طيب نشأ المنطق امتى واتطور؟ المنطق سجل لتعامل العقل البشري مع الواقع، يعني سجل كان بيسجل ازاي العقل البشري كان بيتعامل مع الواقع. اتطور طبعا على مدار العصور واخد اشكال كتيرة. كان التركيز طبعا على الواقع المتغير وازاي الاحداث اللي فيه. استخدم كلمة المنطق من جانب الفلاسفة في مختلف العصور. هندرس كده العصور اللي كان فيها المنطق وظهر فيها المنطق. لو اتكلمنا عن العصر اليوناني وعلماء اليونان، كان عندنا أرسطو اللي هو الواضع الحقيقي لعلم المنطق. أرسطو خد أفكاره من هيركليز وسقراط وأفلاطون اللي كان أساس في وضع علمه، هو الوضع الحقيقي لعلم المنطق. كتب فيه كتب عديدة جدا، عرف المنطق بأنه آلة الفكر، الآلة اللي بنفكر بيها، وخلى المنطق مدخل لكل العلوم. عشان أعدي على أي علم لازم أدرس المنطق الأول وأعرف قواعد التفكير السليم. بعد كده ظهر عندنا علماء الإسلام اللي كان منهم الفارابي اللي شايف إن المنطق هي اللغة الفوقية أو أهم حاجة أو فوق العلم، اللي بتقدم للعلماء مستوى المفاهيم قائمة نموذجية من المصطلحات، بمعنى إن كان حاطط قائمة كده من المصطلحات لازم يستخدموها العلماء، كان حاطط قواعد كده معينة يستخدمها العلماء علشان يستفيد بيه في علمه. زي مثلا ان كان المنطق بيزود عالم اللغة بمجموعة من القوانين اللي بتساعده في بناء نسق خالي من اللبس، بمعنى ان اي عالم لغة كان بياخد المنطق بتزوده بشوية معلومات علشان ما يحطش جمل فيها لبس او غموض. بعد كده جه عندنا الغزالي اللي اعلى من شأن المنطق، او قال ان مفيش عالم يوثق بعلمه إلا لو كان دارس منطق. شايف إن المنطق ده آلة بتعصم الفكر من الخطأ، وشايف إن قواعد المنطق لا تحابي رأي ولا تعادي رأي موقف، بمعنى إن هي حيادية ما بتمشيش بوجهة نظر واحدة أو مش ليها مصالح شخصية. وقال إن المنطق مش حكر على الفلاسفة بس، لكن ده آلة ذهنية عامة بيستخدموها البشر كلهم. أما في أواخر القرن 19 وحتى الآن اتطور المنطق جداً، بقى قريب جدا من مناهج الرياضيات، بقى بيستخدم الرموز بدل الألفاظ، بقى بيعالج موضوعات ونظريات جديدة أخفلها المنطق التقليدي القديم، وسمي المنطق الحديث بالمنطق الرمزي أو المنطق الرياضي. أهمية المنطق، ليه بندرس المنطق؟ إيه فايدته؟ أول حاجة المنطق بيساعد الباحث على فهم مبادئ وأسس الاستدلال المنطقي ومناهجه.
كمان بيساعد على التمييز بين الأدلة السليمة والغير سليمة والكافية والغير كافية عشان نوصل لنتائج سليمة في حل المشكلات. كمان دراسة الاستدلال وقواعده من عوامل تحرير الفكر وتحرير الفرد من تأثير أي عاطفة أو استهواء. كمان المنطق بيساعد على تنمية الاتجاه النقدي لدى دارسيه، بيقدر ان هو ينقد الافكار وما يقبلهاش بدون فحص وأدلة. كمان دراسة المنطق بتعود الانسان على اختيار الفاظه بدقة، يعرف يختار الالفاظ اللي تعبر عن مفاهيمه بدقة. كمان بيسهم في تنمية الروح العلمية للفرد، ان دايما بيحسوا على البحث والايجاد لمهارات كتيرة جدا. طيب هندرس بعد كده علاقة المنطق باللغة. المنطق ده قواعد تفكير جوه عقلنا، احنا بنعبر عن تفكيرنا ازاي. لو نفتكر كده في سنة اولى قلنا ان الفكر والتفكير واللغة وجهان لعملة واحدة. اللغة هي الوسيلة اللي بيعبر بها الانسان عن فكره، والمنطق هو دستور الفكر. لذلك الانسان ما يقدرش يعبر عن افكاره الا بواسطة لغة. يعني الفكر المنطوق والفكر هو لغة غير منطوقة. التفكير ده جوه دماغنا بعبر عنه يا اما بالكتابه يا اما بالكلام، يبقى لازم استخدم لغه بكتب بيها او بتكلمها، يبقى في علاقه وثيقه ما بين المنطق وما بين اللغه. وبيعبر عنها ابو حيان التوحيدي بقوله المنطق نحو عقلي والنحو منطق لغوي، بمعنى الاثنين ما يقدروش ينفصلوا عن بعض. وهو النحو زي ما بيحط لنا معايير سليمة لاستخدام اللغة، كمان المنطق بيحط لنا معايير سليمة للتفكير. من أهم مباحث المنطق أو من أهم موضوعاته هو الاستدلال. والاستدلال دي عملية بننتقل فيها من المعلوم للمجهول، بنعبر عنها بصور ألفاظ وجمل بلغة معينة. الانتقال من معلوم لمجهول يعني من حاجة أنا عارفها لحاجة مش عارفها. طيب هندرس بقى المنطق بتفصيل اكبر، وهندرس الحدود المنطقيه. يعني ايه حد منطقي؟ الحد المنطقي ده لفظ او مجموعه الفاظ ممكن تكون طرف في قضيه. قضيه يعني ايه؟ جمله خبريه بنخبر عنها بشيء او بنقول عنها معلومه، زي بقول ان السويس مدينه ساحليه او الحديد معنى، دي كده اسمها جمله خبريه. كل حد فيها اسمه حد منطقي. يعني السويس حد، مدينه ساحليه حد، الحديد حد، المعدن حد، ده اسمه حد منطقي ينفع يكون طرف في جملة خبرية. طب عندنا أنواع للحدود. عندنا من حيث الكم حد جزئي وحد كلي. إيه الحد الجزئي ده؟ ده الحد اللي بيطلق على فرد واحد أو شيء محدد ما ينفعش نقول على غيره. زي لما أقول نهر النيل، هو في بلد تاني فيها نهر النيل ولا هو مصر بس؟ مصر بس. لما أقول العقاد، العقاد ده اسم شخص، شخص واحد ما ينفعش يتقال إيه على حد تاني. زي ما أقول اي اسم، اي مكان، اهرامات الجيزه، انا قلت اهرامات بس ده حد كلي، قلت اهرامات الجيزه ده حد جزئي عشان ما فيش غير اهرامات الجيزه غير في مصر بس. الحد الكلي بقى عكسه، يطلق على اكثر من فرد، يكسر على اكثر من شيء بيشتركوا في نفس الصفات. زي كلمه نهر، ما بلاد كتير فيها نهر، هرم بلاد كتير فيها اهرامات، مدرسه بلاد كتير فيها ايه؟ مدارس. بعد كده هناخد اسم العلم، اسم الشخص، يعني اسم الانسان، هو كلي ولا جزئي؟ ممكن يبقى كلي وممكن يبقى جزئي. ازاي؟ لو قلت احمد ده جزئي، لو قلت عمر ده جزئي، ما ينفعش يطلق على اكثر من حد. لكن لو قلت رؤوف دي ممكن تبقى صفه، ومعنى كده ان كذا حد ممكن يبقى رؤوف وممكن يبقى اسم. يعني هو ده او ده، ده على حسب هو في جمله ايه، ساعتها هنحدد اذا كان هو حد كلي او حد جزئي. زي لو اقول كريم، كريم ده ممكن يبقى حد جزئي بيطلق على شخص، وممكن يبقى كريم صفة ان الشخص ده كريم. ممكن اقول صابر، ممكن اقول جميلة، كل حاجة دي تنفع تكون اسم فتبقى حد جزئي، وممكن ان احنا نقولها على ناس كتير فتبقى حد كلي. طيب بعد كده هندرس الحد الجمعي او اسم الجمع. ايه هو الحد الجمعي او اسم الجمع ده؟ ببساطة اسم بيطلق على حد ما ينفعش نفرطه، جمع ما ينفعش نفكه، ما ينفعش نفكه، ما ينفعش يبقى ليه مفرد. جمع ما ينفعش يبقى ليه مفرد نهائي. زي ما اقول جيش، هو في مفرد جيش؟ ملهاش مفرد. ما اقول قبيله، ليها مفرد؟ ملهاش. قوم، فرقه، سرب، كل الحاجات دي ملهاش مفرد. ده اسمه الحد الجمعي او اسم الجمع، بيطلق على حاجات كتير، بس هو ممكن ان احنا نخليه حد جزئي لو خصصناه.
يعني لا نركز في الحتة دي مع بعض، ركزوا كده معايا. الحد الجمعي ممكن نخليه جزئي وممكن نخليه كلي، ازاي؟ مع ان هو المفروض ان هو كلي لانه بيطلق على ناس كتير وما ينفعش نفرطه، يبقى هنعمل ايه؟ نخصصه. ازاي نحول الحد الكلي لحد جزئي؟ اول حاجة بالاشارة. اذا سبق الحد الكلي اسم اشارة، زي ما اقول ايه؟ هذه القبيلة، انا كده بشاور على حاجة معينة يبقى انا بخصصها. هذا قلم، لو قلت قلم بس، لكن لما اقول هذا قلم يبقى انا شاورت على قلم معين. هذا هرم، هذا جيش، كل ده انا كده ايه خصصت بايه اشارة، بالاشارة. طيب تاني حاجة بالتخصيص، ازاي اخصص؟ لما اقول قبيلة بني يزيد، انا كده اخترت قبيلة معينة. جيش مصر، فرقة 111، سرب مش عارف، يعني اي اسم، اي، انا كده خلاص ايه ضفت لها تخصيص، خصصتها بشيء معين. زي ما اقول مسرحية واسكت، لكن لما اقول مسرحية هاملت شكسبير انا كده خصصتها. تالت حاجة بالاضافة، يعني اضف لها شيء للاضافة، زي ما اقول كتابي، كتابها، قبيلتنا، جيشنا، جيشك، فرقتك، قبيلتك، كل الحاجات دي انا ايه عملت لها اضافة، ده كده انا حولتها لحد جزئي. طب ازاي بقى لو هي حد جزئي احولها لحد كلي؟ احذف اسم الاشارة، يعني لو هذا الكتاب تبقى كتاب بس، هذا الجيش بقى الجيش بس، هذه القبيلة تبقى قبيلة بس، اشيل اسم الاشارة. تاني حاجة التعميم، احذف التخصيص، عكس اللي فوق بالظبط، احنا اللي تحت دول عكس اللي فوق بالظبط. لو قلت جيش مصر اخليها جيش، لو قلت قبيلة بني يزيد اخليها قبيلة، لو قلت مسرحية هاملت شكسبير تبقى مسرحية، بس بشيل التخصيص. تالت حاجة بحذف الحد الكلي المنسوب لي، يعني كتابي بقت كتاب، جيشك بقت جيش، قبيلتك بقت قبيلة، بحذف الإضافة. يبقى دول عكس دول، يبقى انا بحول الحد الكلي لحد جزئي بالإشارة، بالتخصيص، بالإضافة. طيب انا عايز احول بقى الحد الجزئي ده لحد كلي، اشيل اسم الإشارة، اشيل التخصيص، اشيل الإضافة. واضحة كده؟ طيب احنا قلنا قبل كده ان احنا عندنا الحدود المنطقية وقسمناها من حيث الكم كلي وجزئي، طب من حيث الكيف؟ عندنا بقى الحد الموجب والحد السالب. الحد الموجب ده اللي بيعبر على مدلول الشيء او وجوده، يعني حاجة موجودة. الحد السالب لا، بينفي الشيء ده، بينفي، بيغيب الشيء ده. بستخدم ادوات السلب ايه؟ لا، الا، غير، ليس، كل الحاجات دي بتنفي الحاجة، يعني الحد الموجب بثبت الحاجة، الحد السالب بنفيها بادوات النفي اللي احنا قلناها، لا او الا او غير او ليس. طيب بعد كده هندرس القضية المنطقية. يعني ايه قضية منطقية؟ هي جملة خبرية يمكن عليها الحكم بالصدق او بالكذب، بس عندنا جمل بنقول عليها عبارات انشائية، دي ما بتصلحش انها تكون قضية منطقية. يعني ايه عبارات انشائية؟ يعني ايه؟ يعني اسلوب الامر، انتبه جيدا الى الدرس، انظر امامك، ده اسلوب امر، ده ما ينفعش نقول عليه قضية منطقية. لا تدخن، لا تلعب الكرة، ده اسلوب نهي، ينفعش نقول عليه قضية منطقية. من اول فيلسوف استخدم كلمة فلسفة؟ من صاحب هذا الكتاب؟ ده سؤال، ما ينفعش نقول عليه جملة خبرية، جملة خبرية او قضية منطقية. التمني بقى، ليت الشباب يعود يوما، ده تمني. ليت الشباب يعتاد القراءة والاطلاع، تمني، ما ينفعش يبقى جملة خبرية. ما اجمل لوحة الموناليزا، تعجب. ما اروع قصائد احمد شوقي، تعجب. كل الاساليب دي اسمها جمل انشائية، لا تصلح ان تكون جمل خبرية، ما فيهاش مناقشة. اسلوب الامر، اسلوب النهي، السؤال، التمني، التعجب. هندرس بعد كده مكونات القضية المنطقية. القضية المنطقية بتتكون من ثلاث حاجات، موضوع، محمول، رابطة. طيب انا هقول مثال ونقسمه بعد كده. لو قلت الحديد معدن، الحديد ده الموضوع اللي بنتكلم عنه، اللي بنخبر عنه، تمام. المحمول، الحديد معدن، احنا اخبرت كده ان الحديد ده نوعه ايه، ده معدن، ده الايه المحمول بتاعه، ده كده المحمول بتاعه. يعني انا قلت الحديد معدن يبقى الحديد ده الموضوع،
معدن دي المحمول بتاعه. ايه الرابطة دي؟ دي اللي بتفيد العلاقة بين الموضوع والمحمول، ودي بتكون يا اما موجبة يا اما سالبة. بس في اللغة العربية عندنا الرابطة دي مستترة، مستترة يعني ضمير مستتر تقديره هو. مش هنقول الحديد يكون معدن، لا، في اللغة العربية قواعد اللغة العربية بتقول ان احنا هنا الضمير مستتر، لكن طبعا بيكون موجودة في اللغة الانجليزية اللي هو verb to be، او في اللغة الفرنسية اللي هو verb être، لكن في العربي هي ضمير مستتر تقديره هو. عندنا الرابطة دي يا اما موجبة او سالبة. موجبة يعني بتفيد الاتصال بين الموضوع والمحمول، تمام، زي الحديد معدن، قلنا الحديد موضوع ومعدن ده المحمول، بينهم رابطة موجبة مستترة. لكن السالبة دي بتبقى ظاهرة، تفيد الانفصال بين الموضوع والمحمول، مثل الخشب ليس معدن. يبقى الخشب موضوع، ليس دي الرابطة اللي هي السالبة، معدن دي ايه؟ محمول. يبقى دي كده مكونات القضية، ايه؟ موضوع اللي بنتكلم عنه، المحمول الخبر اللي انا قلته عليه، الرابطة اللي بتفيد اذا كانت موجبة او سالبة. لو موجبة ما تبقاش ظاهرة، لو سالبة بتبقى ظاهرة، واحنا قلنا قبل كده ادوات السلب ايه. هناخد بعد كده الروابط المنطقية القضوية. دي الفاظ او ادوات بتكون قضية مركبة، يعني بنستخدمها عشان نعمل اكتر من قضية جنب بعض، تمام؟ يعني احنا كل اللي قلناه دي قضايا بسيطة اللي هي متكونة من كلمتين، موضوع ومحمول واحد. لكن القضية المركبة دي ايه؟ بيبقى فيها اكتر من موضوع وفيها اكتر من محمول، او ممكن اكتر من موضوع ومحمول واحد، او ممكن موضوع واحد بس عليه محمولين، فلازم بيبقى فيه روابط فيها. عندنا فيها اول حاجة رابطة الوصل اللي هو حرف العطف واو، تمام؟ نام الحارس واستيقظ اللصوص، نام الحارس واستيقظ اللصوص. عندنا موضوع ومحمول وموضوع ومحمول، ربطنا بينهم بإيه؟ بأداة العطف واو. عندنا تاني حاجة رابطة الفصل أو، سأذاكر دروسي أو أستمع للموسيقى، دول قضيتين، أنا يا هذاكر يا هستمع للموسيقى، دي فيها موضوع ومحمول ودي موضوع ومحمول. تالت حاجة عندنا رابطة الشرط. إيه رابطة الشرط دي؟ إذا زرتني سأكون في انتظارك، إذا زرتني سأكون في انتظارك، فيها رابطة إذا، لو زرتني هكون في انتظارك، تمام؟ في برضو عندنا رابطة سلب اللي هي فيها لا أو ليس، وإحنا قلنا برضو إن ممكن أقول إيه قضيتين بينهم لا أو ليس. وفي عندنا الروابط دي بنستخدمها ما بين القضايا المركبة، يعني فيها قضيتين، قلنا ممكن يكون فيها موضوعين ومحمولين، أو موضوع واحد ومحمولين، أو محمولين وموضوع واحد. هندرس بعد كده تقسيم القضايا، انواع القضايا، تقسيم من حيث التركيب، قضايا بسيطه وقضايا مركبه. قلنا بسيطه دي بتتكون من موضوع ومحمول واحد، زي شباب مصر اذكياء، زي الحديد معدن، قضيه بسيطه خالص. طب القضايا المركبه دي بتتكون من قضيتين بسيطتين برابطه قضويه، يعني لازم يكون بينهم رابطه قضويه، زي رؤى متفوقه ومروان زكي، زي احمد طالب ومحمد مهندس، فيهم ايه رابطه كده بينهم القضويه، احنا قلناهم قبل كده روابط القضويه. دي القضايا المركبه، يبقى دي بتتكون ايه من قضيتين بسيطتين، سهله كده. طيب نخش بقى من الناحيه المنطقيه، عندنا تلات انواع، عندنا قضايا تكراريه، قضايا متناقضه، قضايا عرضيه. يعني ايه قضايا تكراريه؟ دي يستحيل كذبها، ما ينفعش ان احنا نكذبها، حاجه كده مسلم بيها، هي صادقه على طول، زي كل العزاب غير متزوجون. هو في واحد عازب بيبقى متجوز؟ اكيد لا، كل العزاب غير متزوجون، ما ينفعش، لازم نصدقها، ملهاش حل، دي حاجه كده مسلم بيها. البلاد الساحليه بها بحر، هو ينفع اقول على بلد ساحليه ما فيهاش بحر؟ ما هو لازم هي بقت ساحليه ليه؟ علشان هي فيها ايه؟ بحر. حاجات كده مسلم بيها. طب القضايا المتناقضه عكسها بالظبط، قضايا يستحيل صدقها، هي كاذبه دائما، ما ينفعش، معظم العزاب متزوجون، قضيه مش منطقيه بالمره. زي اقول ايه الرجال تستطيع ان تلد، قضيه ايه ما اقدرش اصدقها بالمره. البلاد الساحليه ليس بها بحر، قضيه ما ينفعش اصدقها، تمام؟ يبقى دي قضيه متناقضه. في بقى عندنا قضيه عرضيه. ايه القضيه العرضيه دي؟ دي ساعات تحتمل الصدق او الكذب، ودي لازم نقارنها بالواقع اللي احنا فيه،
بمعنى انا مش هعرف اقول ان دي صح ولا غلط الا اذا كان ايه اقارنها بالواقع اللي احنا فيه. تمام، زي يقع برج القاهرة في مصر، دي قضية صادقة. ينفع اقول يقع برج القاهرة في دبي؟ اكيد غلط، ما هو الواقع كده بالعقل هي كده غلط. عاش الفيلسوف ارسطو في القرن العشرين، هو فيلسوف عايش معانا اليومين دول؟ لا طبعا، دي قضية كاذبة. يبقى حاجة كده بقارنها بالواقع، دي اسمها قضية عرضية تحتمل الصدق او الكذب. انا بقارنها بالواقع اللي احنا عايشين فيه. طيب هندرس بعد كده التحليل التقليدي للقضايا. يعني ايه التحليل التقليدي للقضايا دي؟ القضايا الحملية بتأخذ القضية الحملية صورة من الصور الأربعة دي، يعني أي قضية بتاخد صورة من الأربعة اللي معانا دول. يعني يا إما بتبقى قضية كلية، احنا قلنا كلية يعني ايه؟ بتطلق على حاجات كتير، موجبة يعني مثبتة، أو قضية كلية سالبة منفية، أو جزئية بنخصص حاجة معينة موجبة مثبتة، أو جزئية سالبة حاجة صغيرة بس احنا نافيينها. بنرمز ليهم بالرموز دي، الكلية الموجبة هتبقى كاف ميم. الوصف بتاعها ايه؟ وقع الحكم على كل افراد الموضوع ولا يوجد انفصال بين الموضوع والمحمول. يعني ايه؟ يعني مفيش انفصال ما بينها، الحكم واقع على كل اللي فيها. لازم بيبقى فيها كلمة كل، كفة، جميع، عامة، زي كل الفلاسفة حكماء، حاجة كده منطبقة على الكل. كل الفلاسفة حكماء فعلا الحكم بينطبق فيها على الكل. طب الكلية السالبة، وقع الحكم على كل افرادها بس بالسلب، في انفصال بين الموضوع وفي المحمول، لازم فيها طبعا اداة نفي زي لا، لا واحد، بس برضو ايه فيها كل وليس، لازم يكون فيها كل وليس، كل ولا، عشان تبقى كلية وفي نفس الوقت سالبة، زي لا عالم جاهل. تمام، كل العلماء ليسوا حكماء، دي كده كلية سالبة. تمام، يبقى فيها أداة ليس وفيها كل برضو. طيب ايه الجزئية الموجبة؟ هنا احنا قلنا ايه رمزها؟ جيم ميم. الحكم فيها وقع على اي اجزاء صغيرة منها ومفيش انفصال بين الموضوع المحمول، يعني ايه مثبتة، لازم فيها كلمة بعض، قليل من، كثير من، معظم، غالبية، اقلية. بعض العلماء شعراء، شوية كده من العلماء بيعرفوا يجيدوا الشعر. بعض الحكماء فلاسفة، شوية منهم مش كتير. دي كده الحكم بينطبق على جزء منها. طب الجزئية السالبة عكسها، الحكم واقع على جزء منها بس بالسلب بالنفي، رمزها جيم سين. وقع الحكم فيها على بعض أفراد الموضوع وفي انفصال بين الموضوع والمحمول، لازم فيها بعض وفيها ليس. تمام، زي بعض الأثرياء ليسوا بخلاء. ده كده تصنيف القضايا، كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. لو قلت هنا كل طلاب الثانوية العامة ليسوا فاشلين، الموضوع هنا ايه؟ طلاب الثانوية عامة والمحمول فاشلين. الرابطة هنا قلنا ما بتظهرش في اللغة العربية، السور بتاعنا عندنا ايه؟ كل وليس. تبقى القضية هنا ايه؟ كاف سين كلية سالبة. هناخد اخر حاجة الاستغراق في القضايا. ايه الاستغراق في القضايا؟ يعني شمول الحكم على كل افراد الموضوع او كل افراد المحمول او الاثنين. يعني ايه؟ الحكم يكون شامل يا اما جزء فيها يا كلها. احنا قلنا القضية اللي هي كاف ميم اللي هي كلية موجبة، كل العرب احرار، دي الموضوع فيها دايما مستغرق والمحمول فيها دايما غير مستغرق. ليه؟ لشمول الحكم على الموضوع وعدم شموله على كل المحمول. بمعنى ان انا عشان اقول شامل يبقى لازم في اداة كل او اداة الجمع اللي بتشمل كله، تبقى القضية كلية، ولازم يكون الموضوع بتاعي منفي. يبقى عشان اقول ايه المستغرق وايه مش مستغرق كده ببساطة قبل ما ادرس الموضوع ده، اي حاجة فيها كل، كفة، جميع، دي مستغرقة. اي حاجة فيها ليس او اداة نفي دي مستغرقة، غير كده يبقى غير مستغرقة. بمعنى كل العرب احرار، هنا كل العرب يبقى هنا الموضوع مستغرق، لكن احرار ما فيش قبلها اداة ليس يبقى غير مستغرق. تمام، نيجي للكلية السالبة، كل العرب ليسوا جبناء، فيها كل وفيها ليس، يبقى الاثنين مستغرق، مستغرقة المحمول والموضوع. طب الجزئية الموجبة، بعض العرب دي غير مستغرقة لان هي مش كلية، احرار برضو غير مستغرقة لان مفيش اداة نفي. الجزئية بقى السالبة، بعض العرب ليسوا جبناء، بعض العرب يبقى دي غير مستغرقة مش كلية، لكن ليسوا يبقى ايه مستغرقة.
أي إذا كانت القضية كلية كان الموضوع مستغرق، وإذا كانت القضية سالبة كان المحمول مستغرق. ببساطة كده. هناخد بقى سؤالين نراجع بيهم على الدرس بسرعة كده. السؤال الأول، قال أحد الفلاسفة إن المنطق هو تقليد شفوي حي لعملية التخصص المنطقي واكتساب الخبرة المنطقية التي تساعد في بناء نسق خالي من الغموض. تشير المقولة إلى معنى المنطق في عصر فلسفة المسلمين، فلسفة اليونان، فلسفة القرن التسعتاشر، فلسفة العصر الحديث. قالوا إن هو تقليد شفوي لعملية التخصيص المنطقي واكتساب الخبرة المنطقية، وما ينفعش أبني نسق إلا ما يكون عندي منطق. ده كان مين؟ فلسفة المسلمين اللي أعلوا من شأن المنطق. طيب السؤال الثاني، الحد الذي يطلق ويستخدم لعدد معين فقط والذي يطلق بمعنى واحد على شيء واحد، هو حد كلي ولا موجب ولا جزئي ولا جمعي؟ قلنا بنطلقه على حاجه واحده او عدد معين. حد جزئي طبعا. وكده يبقى انتهينا من الدرس الاول في المنطق.